قيب يا عالم بليتك النصدورنا احفظ لنا اللي جل شمس ما تغيب احفظ لنا اللي جل شمس ما تغيب زعيمنا اللي كل هم همنا زعيمنا اللي كل هم همنا يا ربنا من الدعاء وانت المجيب اسمع دعانا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في مساء جديد وفي ليلة جديدة من برنامجكم الديوان. في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نجدد بكم الترحيب فيها ونجدد الترحيب وبضيفنا لهذا المساء الشاعر والإعلامي عارف سرور مدير وكالة أنباء الشعر في السعودية. مساك الله بخير. مساك الله بالنور. هلا يا طلال، مرحبا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. طبعا اعزائي المشاهدين لازلنا واياكم بعد الحلقه الرابعه نتناقش وايضا ما صار فيها من مجريات، طبعا وكانت هنالك بعض الاثاره وكانت هنالك بعض الدرجات التي كانت فارقه عن الحلقه الثالثه للحديث أكثر وأكثر. ضيفي لهذا المساء الأستاذ عارف بن سرور، ودي أسألك عن قبل لا أبدأ في الحلقة الرابعة، أبو الولد طارق، أبو طايع، طارق أبو طارق، ودي أسألك عن المنظور العام للصحفي والإعلامي لشاعر الملك. والله يعني أعتقد أنه شاعر الملك مسابقة يعني فرضت نفسها كثير في فترة أعتقد أنها وجيزة. يمكن متابعتنا لهذا المسابقة يعني أثبتت أنه في إمكانية لمسابقات بنفس المستوى وبنفس الحضور، وأنا أعتقد أنه يعني هذه البادرة كانت ممتازة بشكل كبير، واعتقد انها راح تكون باذن الله انها نواه للمسابقات اهم. ودي اسالك ابو طارق عن دور الاعلامي بشكل عام في مثل هذه المسابقات الوطنيه التي تهم المواطن وايضا تهم المواطن اتجاه قائده، كيف تشوف الاعلامي وتوجهاته في مثل هذه المسابقه؟ والله انا ارى انه الاعلام يعني بي بي بشكل عام إذا كنا نتكلم يعني عن 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 صحافة، أنا أرى أنه لم تواكب يعني الصحافة أهمية هذه المسابقة، ولم تعطى هذه المسابقة حقها من 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 يعني من الإعلانات أو من أنا ما أقصد طبعا القائمين على المسابقة. جميل. أنا أتكلم عن إعلام يفترض أن يتعاطى مع حدث مهم بأهمية مسابقة شاعر الملك ويتحد في نفس الوقت. طبعا يجب أن يتفق الجميع على أنه هذه المسابقة تمثل لنا جميعا، هذه المسابقة تهم الصغير والكبير، تجمعنا ما تفرقنا. يفترض أن تكون هذه المسابقة يعني يكفي أنه بعد كل مشاركة لشاعر تسمع منه عبارة أنه يعني أنا يكفيني شرف أن أنا شاركت في هذا المسابقة. هذا لاحظها أبو طارق كثير بعد ما يطلع مثلا بدرجة متدنية ولا بدرجة يعني من الشاعر نفسه، يعني يقول نفس هالكلام، الكل يقول هذا الكلام. يعني أنا أقول لك أنه حتى يعني أقل شخص يقدم أقل مجهود في هذا المسابقة يستحق يعني أنه يقدر، فما بالك بالشعراء اللي ينتهي دوره ويقول انه يعني يكفيني شرف ان انا شاركت في مسابقه تحمل اسم شاعر الملك. جميل جميل. قبل ما ابدا معك في الحلقه الرابعه ودي اسمع منك شيء ابو طارق. تبشر. طبعا طلال انا وعدتك انه يعني يكون هذا اليوم في الحلقه، لكن يعني انا حدث عندي موضوع انه والدتي اجرت عمليه جراحيه اليوم. تشوف شر ان شاء الله. وعمليه يعني في القلب والحمد لله. الحمد لله شكرا. من فضل الله انها تكللت بالنجاح. الحمد لله. يمكن وبارك لك على النجاح. الله يبارك فيك. فما كنت يعني حقيقه ما كنت مهيأ ان انا يعني حتى اكمل البرنامج، وكان من الصعب ان انا اعتذر لانه انا اعرف ان يعني انك انت جهزت كل شيء يعني. ابد الله يسلمك وعدك ان شاء الله.
هذه في محله وأبارك لك على الجامعة. الله يبارك فيك. ويعني أنا من هذا المنبر يعني أشكر الدكتور عبد الله الخالدي في مستشفى مدينة ملك عبد العزيز الطبية على جهوده الطيبة في 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 هذه العملية. أقول في قصيدة عندك تكتبها أبو طارق؟ لا والله هذه قديمة بس أنا أحس إنه يعني وقتها يعني. الله يخليها لك إن شاء الله. الله يسلمك. أمي وأمك طيبة القلب والفال، يلا عسانا بس نلحق جزاهن، نرجع لهن نشحذ دفا مثل الأطفال، بحضانهن نرمشتا في دفاهن، بعيونهن تبقى لنا بعض الأمال، حية ودوم مرفرفة في سماهن، بيدينهن وبل من الغيم همال، ياما وياما نبة العشب ماهن، قدامهن نكبر بنيات ورجال، الطيبات الصادقات بدعاهن، نخفض جناح الذل في كل الأحوال، حتى انتساوت روسنا في خطاهن، عن حبهن لا نشغل القلب والبال، اي والله اكثر خيرنا من وراهن، عنهن شغلنا نفسنا في بيت وعيال، وعن استرن دمعاتهن في حشاهن، تكفون بوسوا روسهن حالة وصال، والله اصدق من بكاء في عزاهن، من مات منهن جنة الخلد من زال، الله يرحمهن ويسقي ثراهن، عطن حنان وحب ما يعطن المال، يلا حسانة بس نلحق جزاهن. الله صح لسانك صح لسانك، ويخليها لك ان شاء الله، ويخلي امهات المشاهدين جميعا، يرحم امهاتنا جميعا. ودي اسالك يا ابو طارق عن الدور الاعلامي ومنتديات الشعر الالكتروني، كيف تراه طبعا بعد زخم الصفحات الشعبيه الورقيه؟ والله شوف بالنسبه للمنتديات يعني انا ارى انها يعني حاليا تمر بحاله ركود غريب، وانا اعتقد انه يعني المنتديات كانت يعني النواه الاولى للتدوين الالكتروني بالنسبه لكل الشعراء. حاليا انا اشوف انه يعني بدت عمليا يعني تصبح المنتديات اقل حضور عن 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 بداياتها في السابق. اعتقد انه الان الناس تتواصل اكثر في تويتر وفي مواقع اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر والفيسبوك، اعتقد ان الناس توجهت لها اكثر من 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 يعني مثل بالضبط ما سحبت المنتديات البساط من تحت اقدام طيب الساحه الشعبيه. طيب بطارق الصحافه المجلات. جميل بطارق، يعني الشعر مع المقتنيات الحديثه مع التقنيات الحديثه، يعني كل ما تطور تقنيه تلقى الشعر يذهب اليه بعيدا ويترك مثلا الصفحات الورقيه، القنوات الفضائيه، يعني هل الشعر لهذه الدرجه يعني اهميته كاكاديميا وكعمليا مع التقنيات الحديثه جنب الى جنب، ولا كيف تشوف؟ والله انا يفترض انه الشعر يعني يواكب كل تطور. يعني في السابق لما كان النص الكلاسيكي القديم اللي كانوا يعني يقولونها ابانا واجدادنا وما قبل هذه الحقبه، كان يرتكز على انه يعني يقول الشعر بسجيته بدون يعني ما يفكر في التراكيب، بدون ما يفكر في وكان يجي الشعر عظيم يعني. هذا الشعر تطور يعني الى التجربه التجديديه، وبعد ذلك الى التجربه الحديثه، وهذه التجارب اكيد انها يعني هي تطور مع التطور اللي قاعد يحصل في كل عمليات التواصل، سواء الالكتروني او عن طريق الفضاء. جميل. طبعا ابو طارق، ودنا ان ما نشرته الصحافه نتكلم شوي عن ما نشرته الصحافه الخليجيه والعربيه والمحليه لهذا اليوم. طبعا طلعتنا صحف الصباح الكويتيه عن شاعر الملك، وتحدثت طويلا عن هذه المسابقه وخصوصا عن الحلقه الاخيره. طبعا تكلمت عن مجريات الحلقه وما كان فيها
من إثارة وأيضا تفاعل الجمهور مع ذكرى اليوم الوطني، وأيضا لم تكف طبعا هذه الصحف عن التلويح دائما بعلم الوطن وحمل صورة الملك عبد الله في هذه المسابقة، هي الحلقة الرابعة التي صادفت اليوم الوطني، وهي تندثر ثوبا أخضر مزينا بصور خادم الحرمين الشريفين. وكذلك تكلمت صحيفة الصباح البحرينية عن أن شاعر الملك أكبر مسابقة شعرية في العالم تدخل مراحلها الحاسمة، وأيضا تكلمت عن لم يعد أي من الشعراء يضمن أن ما حصل عليه من درجة تعتبر جيدة أو حتى ممتازة. طبعا كانت هذه جريدة الصباح الكويتية. طبعا جريدة اليوم طلعتنا هذا اليوم أيضا بالحديث مطولا عن درجات المتسابقين والتي قارنتها مع الدرجة الثالثة، وتكلمت كثيرا عن هذه النسب التي كانت متفاوتة في هذه في تلك الحلقتين. طبعا كانت هنالك أيضا وقالت استطيع طبعا من كلام الشاعر اللي كان ضيف الحلقة الرابعة مسعد الرشيدي، تكلم قال بمناسبة هذه المسابقة، قال استطيع أن أشبه المسابقة بالمهرجان الوطني ويدل على حس وطني عال استمد من وحي قدوم خادم الحرمين الشريفين متعافيا من رحلته العلاجية. والكلام يطول والكلام أكثر وأكثر طبعا عن هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة. ودي أبو طارق أتكلم أنا وياك، طبعا ذكرت صحيفة الصباح البحرينية الكويتية على أن هذه الحلقة مواكبة لليوم الوطني. في تصريح لك في سابق في الحلقة الرابعة قلت كلام جميل أبو طارق، أن الحلقة هذه شاعر الملك يأتي إلينا خلال الشهرين القادمين بأن كل أسبوع يوم وطني. أنا قلت يعني الأخوان في 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 المسابقة يعني سألوني أنه يعني عن قيمة هذه المسابقة وعن يعني من يعني حدوثها في 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 الأيام الوطنية في في اليوم الوطني، فقلت إنه يعني أنا أعتقد إنه يعني الشيخ مسعد بن سمار من خلال هذه المسابقة خلانا كل يوم ثلاثاء نحتفل بيوم وطني، على عكس إنه إحنا نحتفل بيوم واحد طبعا بفعاليات كثيرة وتعبير عن هذا الحب، لكن هذا البرنامج أو هذه المسابقة جعلتنا كل يوم ثلاثاء نعيش يوم وطني في 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 شهر سبتمبر والشهر الذي يلي. جميل أبو طارق، أستأذنك أبو طارق وأستأذن السادة المشاهدين بفاصل قصير وسنعود. اسأل وانت المطلع وانت الرقيب يا عالم بليتك النصدورنا. بمناسبة اليوم الوطني الذي شهدته المملكة العربية السعودية قبل أيام، حلق في العاصمة الرياض أكبر علم طائر للمملكة وأكبر صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، برعاية قناة المرقاب الفضائية وشركة بن سمار للمقاولات. تعد هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى المملكة ضمن فعاليات الاحتفاء بالعيد الوطني 81. هذا العمل هو شعور بمحبة قائدنا خادم الحرمين الشريفين، وهذا اليوم نحن نفرح بتجدد الأمن علينا وما نعيشه من أمن ورخاء ولله الحمد. مشاري سمعنا أنه العلم راح يدخل موسوعة جينيس الأرقام القياسية، شعور العمل على ذلك، وإن شاء الله نتأمل إن شاء الله أن نحصل على ذلك في الأيام القادمة. وش التهاني كان ما جي تهني، أقدس وطن وأغلى وطن سيد الأوطان، بلسان حال مواطن عند ظني بعطيك عنهم منطقة الصدق برهان، في يوم تأسيسك خذ العهد مني أجدده بإخلاص مع مر الأزمان، تاريخ كلي من سنين مضني في صفحته يكتب مؤسسك عنوان، غارات ابو تركي لعينك تشني
ويضرب سيف الدين في كل ميدان، يد انتوش ويد فوقك تبني حتى بفضل الله رشد كل الأركان. واليوم يا تاج الدول ترجع لي، واليوم يا تاج الدول مرجهني في غرة الميزان، والحكم ميزان أقل واجب أدعي الله وثني، يصون داري عن غثى كل شيطان. يا موطني ما نحتميك بتبني إلا بجلب أرواحنا عند الأكوان، من يومها سيف وقبنت عني إلين في ذا الوقت رمي ونيشان. والله ما يعطاك إنسي وجني وسلاحنا وحدة وعزم وإيمان. بجمل علاقة صرت كنك وكني، قلب ثرى مخلوق في جسم الإنسان، مواطنك في كل عز متهني، مرفوع راس ويفتخر بين الأقران، عدوك البين يموت متعني، وعدوك الخافي إذا عاش خسران. من ناب نرضى فيك ظلم وتجني، ولا غلو خاين ولا حيف عدوان، وما نقبل عيال الكفر بالتبني، للهم في العلمنة فكر ولسان، لنا السلف قدوة على نهج سني، منهج وسط بين المذاهب والأديان. والحمد لله والحمد لله نعمته ما تمني، شعب بأمجاده وحكم قرآن، أنا السعودي ردوا العلم عني، حب الوطن وقيادته ما لها ثمن. نسأل وانت المطلع وانت الرقيب، يا عالم اللي تكن صدورنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، رجعنا وإياكم في هذا المساء من مساءات الديوان التي دائما تطل عليكم كل أسبوع بحلقاتها الثلاث. في هذه الأثناء أرحب بضيفي وضيفكم فيها، الشاعر والإعلامي عارف سرور، مدير وكالة أنباء الشعر في المملكة العربية السعودية، أبو طارق. يا هلا، الله يحييك. الله يحييك. طبعا التقرير اللي كان قبل شوي معروض طبعا كان عن أكبر علم في اليوم الوطني، حيث أشهر رئيس مجلس إدارة قناة المرقاب الفضائية الشيخ مسعد بن سمار هذه العلم الموجود في أكبر علم موجود. طبعا دشنا بن سمار الصورة محمولة جوا لخادم الحرمين الشريفين، وكان ذلك مع تزامنا مع اليوم الوطني، وكان أيضا مبادرة من شركة بن سمار وقناة المرقاب لطبعا أن يحوزون على هذه الفرحة وهذه المبادرة في اليوم الوطني. وكان ضيفنا في الحلقة السابقة صاحب اسمه الملك، صاحب اسمه الأمير خالد بن سلمان، طبعا من الشعراء الجميلين ومن الشعراء الذين أضافوا الحلقة الرابعة. كيف تشوف اختيار مثل هؤلاء الضيوف لمثل هذه المسابقات؟ والله يا أخي يعني أنا قلت لك من البداية أنه مسابقة شاعر الملك يعني حتى الجمهور اللي موجود في المسرح أنا أعتقد أنه يعني يقدم دور في هذه المسابقة، فما بالك في الضيوف، ما بالك في الإعلاميين اللي متواجدين، فما بالك في اللجان التنظيمية اللي موجودة في المسابقة. أنا يعني جيت المسرح يمكن قبل ساعة تقريبا من بداية البرنامج، وشفت خلية نحل يعني أنت طلال والشباب اللي معاك كلهم بالفعل يعني لما يشوف الواحد الجهد اللي أنتم قاعدين تبذلونه يتمنى أنه يكون معاكم بالعكس بأمانة يعني. بالعكس وأنتم إضافة يا أخوي، وبالنسبة إضافة لنا. وبالنسبة للضيوف يعني أنا أعتقد أنه يعني ضيوف مثل الشاعر علي بن حمري، مثل سمو الأمير خالد، مثل مساعد الرشيدي، هذه الأسماء أعتقد أنه يعني هذه تزين يعني أي مسرح وأي مكان. جميل جميل. طبعا شاهدنا الحلقة الثالثة وكنا ضمن الحضور، كنا
ضمن الذين رأوا شعراء الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة الارتفاع والنزول في الحلقتين، كيف تشوفها في تلك الحلقتين؟ يعني هل تشوف أن النصوص اتفقت في تلك الحلقة؟ والله يا أخي يعني يعني الحلقتين مرا يعني مرا الثالثة والرابعة مرا بحالتين يعني يمكن يعني أثارا استغراب كثير من المتابعين. في الحلقة الثالثة كانت الدرجات مرتفعة جدا، ويعني قد تكون بعض النصوص يعني يعني أخذت أرقام عالية، بينما يعني أنا كنت أحس إنه يعني إنه درجاتها يجب أنها تكون يعني أقل مش بكثير يعني. الحلقة الرابعة. الحلقة الرابعة على العكس تماماً، كانت الدرجات يعني أقل بكثير من 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 النصوص اللي في البرنامج يعني. وطبعاً يعني إثار كثير من اللغط الآن على إنه اللجنة خفضت في درجات. أتمنى إنه هذا ما يأثر على الشعراء المشاركين في الحلقة الرابعة للخامسة الخامسة الأخيرة، لأنه يعني لو 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 افترضنا إنه بدأت اللجنة بزيادة الدرجات مرة أخرى أعتقد إنه حتسقط أسماء جميلة من المسابقة، وهذا ما يعني ما لا نتمناه يعني. طيب أبو طارق، أنت من أعجبك من أسماء صراحة في خلال الحلقات؟ والله أعجبتني أسماء كثير يعني، يعني يمكن يعني وأجمل ما في أنه يعني هذه الأسماء اللي عجبتني أنها لا زالت تصارع يعني بقوة في 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 من أجل البقاء والمنافسة. أنا أعتقد أنه يعني عساف التومي، عبد الله عبيان اليامي، أصحاب درجات مرتفعة، أصحاب درجات مرتفعة، زياد البقومي، يعني أكثر من اسم يعني يعني يمكن ما تحضرني الأسماء الآن، لكن هذه الأسماء أنا يعني يعني أتذكر مشاركاتها. يمكن في أسماء يعني أنا شخصيا كنت أراهن على أنها تكون من الأسماء المتقدمة، يعني مثلا أنا أعطيك على سبيل المثال محمد الدحيمي، أنا كنت أتوقع أن محمد الدحيمي بيكون من الأسماء يعني المؤهلة. عبد الله بن زويبن، عبد الله بن زويبن من الأسماء اللي كنت أتوقع، من عبد العزيز الفراج، كل الأسماء هذه أنا كنت أتوقع أنها تكون في في يعني في 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 الصفوف يعني في صف المنافسة. يعني أنا أقول إنه هذه مسابقة تحمل اسم الملك، لنحترم هذا الاسم ونقول شكرا يعني للمسابقة وللقائمين عليها على هذا الجهد اللي بذلوه في إنجاح هذه المسابقة. وقول للشعراء اللي خرجوا من المسابقة أنه والله العظيم وقوفكم على المسرح وكتابتكم قصيدة في ملك الإنسانية وسماع الناس لهذه القصيدة هذا فخر كنا نتمناه جميعا. جميل، هو تشريف لكل شاعر بالتأكيد. طبعا لازلنا في أعزائي المشاهدين في أخبار الصحف، طبعا ذكرت جريدة الرياض بأن الحلقة الرابعة الحلقة الماضية اكتمل عقد نحو 40 من المشاركين في هذه الجولة المرحلة النهائية، ويتبقى نحو 10 متسابقين للحلقة الخامسة التي ستكون الأسبوع المقبل، ومن ثم تحسم قائمة 16 المتأهلين للجولة الثانية المرحلة النهائية ليتم توزيعهم بواقع 8 شعراء لكل حلقة، ثم المتأهل للجولة الأخيرة المسابقة لتحديد شاعر الملك. طبعا الجمهور وكثافة الجمهور أبو طارق كيف شفته في المسرح؟ رائع، وجمهور يعني أنا يعني بكل أمانة يمكن الرياض تحديدا مدينة ما تعودت على جماهير شعر الصخب بهذا الحجم. أنا شفت جمهور يعني يعني أوقفنا يعني سياراتنا في أماكن بعيدة جدا 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 عن عن موقع الاحتفال. المسرح كان يعني ممتلئ بشكل كامل، الناس اللي موجودة يعني أنا أعتقد أنه جايين يسمعون شعر، جايين يعبرون يعني بكل حب عن عن هذه العلاقة بينهم وبين بين الملك وبين وطنهم. أنا أعتقد إنه الحضور يعني وكل يعني يمكن أنا يعني بديت أجي من الحلقة الثالثة والرابعة وقاعد أحس إنه يعني كنت ضيف جميل في تزايد في كل مرة. جميل، طبعا مع الجمهور ومع المسابقة بشكل عام، اللقب أبو طارق بشكل خاص
شاعر الملك حصول الشاعر عليه دفع معنوية الأمام بخصوص أنه يعني إذا كان عمره صغير وشاعر الملك يكون لقب كبير على الله. ليش محدد أنت العمر الصغير يعني؟ لا ممكن أتوقع يتوقع لأن الشباب الآن 16 تقريبا يعني من يعني بس أنت ما توقع أتوقع شوف يا طلال أنا أقول لك يعني بالنسبة أنت لما تلاحظ 16 16 الآن من 40 تناسل شاب ولا لا يا أبو طالب شبابك أنا أقول إن, إن, إن لقب شاعر الملك لقب سواء شاركت في هذه المسابقة أو لم تشارك أن تحمل هذا المسمى جميل كلنا نحب عبد الله بن عبد العزيز ويعني هو تاج على رؤوسنا جميعنا نتمنى أن يكون هذا اللقب لنا جميعنا راح نشارك الشاعر هذا اللي بياخذ اللقب صدقني أنه كلنا بنكون معه وكلنا بنقول إحنا شعراء الملك جميل. يعني أنا أتمنى أنه يعني يتغير اسم المسابقة من شاعر الملك إلى شعراء الملك أنا آسف نعم كنت متضايق أنا آسف نعم كنت متضايق ودست الزهر زعلت الحدايق كسرت الغصن ضيعت أنا آسف نعم كنت متضايق ودست الزهر زعلت الحدايق ذبحت العشب طيرت الفراشة كسرت الغصن ضيعت الحقايق مسحت الظل عن خطوة دروبي تركت الشمس بغيومي اتوايق مشيت وكانت الخطوة بطيئة كأن العمر سابقني دقايق أفتش محفظة حزني وطالع فواتي للتعب كومة بطايق أسى طفل يقضى الليل كله بكى وهموم وحزان وعوايق رماد العمر يطاير أمامي وشوف الكون بعيوني حرايق ورق مدري أرق مدري كآبة تمر أيام ما به شي رايق مطر مرت وبلت لي باسي كأن القلب طشت تهايق لها ضحكة تشيطن في خفوقي تورد زهر وتخضر حدايق الله صح سلامك يا أبو طارق الشعراء الجميل ومبدعين دائما يا أبو طارق بخصوص النص يا أبو طارق بدي أسألك عن الصور التقليدية الصور الحديثة في مسابقة شاعر الملك كيف شفتها؟ والله كنت أتحدث أنا والشاعر الجميل محمد الدحيمي بعد مشاركته وقلت له يا محمد هذا النص غريب علي فسألني قال لي كيف غريب؟ قلت أنت لم تكتب الشعر اللي أنا أعرفه عنك يعني أنا أعرف أنك شاعر يعني عندك خيال وشعر وحبك للصورة بشكل يعني أراه من 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 أجمل الشعراء اللي موجودين في الساحة فقال لي أنا كتبت نص علشان أكون يعني قريب من الناس يفهمني الناس بسيط وهذا خطأ طبعا هذا خطأ يعني حتى من محمد يعني يفترض أنه ما يكون هذا رأيه يعني يعني يفترض أنك أنت تكتب الشعر اللي أنت تكتبه يعني يعني أنا أقول أنه أنا ضد أن الشاعر يكتب من أجل لجنة تحكيم يعني أنت اكتب شعرك وفي هذاك الوقت تنتظر أنه يعني تقييم الناس للشعر اللي أنت تكتبه يعني يعني أنت مع اللي يقول أن لجنة التحكيم لها مدارس خاصة يكتب على ذوقهم يعني في شعراء يعني هنا هذا الخطأ في أحد الشعراء يقول ينطبق عليه المثل كل ما يرضيك والبس ما يرضى الناس ما اعتقد انه في الشعر يعني يعني انا اعتقد انه في مدرسه التحكيم ولجان التحكيم لهم اذواق لما اعرف سرور عاش مدرسته بعطيه بيت بيتين صور شعريه لما اعرف فهد هذه قصيده مفصله هذه قصيده مفصله بالطريقه هذه لا يعني هذا مو شعر يا اخي هذا ما هو شعر ابدا يعني انا يعني بس تكون متوائمه ومتوازنه في نفس الوقت يعني انت ليش ما تكتب شعرك اللي انت تكتبه يعني وهذاك الوقت تدعي يعني يترك الناس يعني هذا تكتيك شاعر تحكم عليه ما هو تكتيك ابدا ابدا هذا ما هو تكتيك انت ضد يعني الفكره هذه ابدا ولا يعني ولا فيه حتى يعني مثلا عرف سرور لو تعرف مدرسه راشد بن جعيثم ولا تعرف مدرسه محمد بن مريسي
ما ودك يعني تشوف وش يكتب وش ما يكتب وش خياله وش انا ماني قاعد اكتب الراشد بن جعيثن ولا اكتب محمد مرسي، انا قاعد اكتب لي انا يعني انا اكتب الشعر اللي انا يعني اقدر ان انا اكتب شخصيه الشاعر بالضبط، هاي شخصيتي وهذا الشاعر بالضبط يعني انا ما لا اكتب علشان يعني حتى لو ما تاهلت يعني جميل. بس انت قدم الشعر اللي احنا نعرفه عنك وهذاك الوقت يعني يعني اترك المجال لنا، خليني انا اجي اثرثر في قناه واقول انه طلال المرشدي شاعر رائع وقدم وقال بس لا تخليني اقول انه طلال المرشدي كتب قصيده علشان راشد الجعيثن او كتب عشان عارف او كتب طيب عشان انت الان يعني قلت ان الدحيم الان كان يقول كنت ابغى مدارس اللجنه شهادتها، تقول الدحيم الان كان يعني ملاحظ اللجنه وملاحظ توجهاتهم كتب قصيده لهم ولا مكتب الناس؟ لا 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 هو كتب محمد يقول انا كنت ابغى اكون قريب من الناس مش قريب من اللجنه يعني. جميل جميل. محمد كان يعني كان واضح انه كاتب نص بسيط يعني يفهمه الامي يفهمه المتعلم ويفهمه يعني هذا في له بيت يعني بس انا ماني حافظ في نفس النص هو هذا روح محمد تذكرني؟ لا والله ماني ذاكر البيت يعني بس انه يعني طيب هذه روح محمد. طيب الصور الشعريه بشكل عام يا ابو طارق كيف شفتها في المسابقه؟ فيه شعراء يعني قدموا صور شعريه رائعه. يعني تعرف انه يعني من جمال هذه المسابقه انها يعني اعطتك مدارس مختلفه، ما بين التقليديه البسيطه الى التقليديه العميقه الى التقليديه الى الحديثه الى التجارب الجديده. يمكن انا يعني انا شفت اسماء يعني يمكن اول مره يعني يعني تدخل في مسابقات او يعني تظهر على 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 الاعلاميا مثل متعب النصار مثل محمد الهجله مثل خلف كريع مثل لا في الصيدة لا في يعني هذه الاسماء ما هي موجوده في 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 ساحه الاعلام بالشكل اللي 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 يعني اللي نقول انها معروفه بشكل كبير. انا اجزم انه مشاركتهم في هذه المسابقه راح تمنحهم دفعه اعلاميه قويه ويعني واتمنى انه لا تؤثر نتيجه يعني تقييم على عطائك كشاعر. يعني اذا انت ما دام انك انت قبلت انك تكون مشارك في المسابقه يفترض انك تحترم على الاقل هذه اللجان اللي موجوده. جميل. بغض النظر سواء يعني كانت الدرجه من صالحك او في غير صالح. قوه النصوص كيف تشوفها يا ابو في الحلقات الاربع؟ يعني يمكن حكم يكون على الثالثه والرابعه اكثر إيه من الـ يعني انا احس انه يعني في الثالثه كان 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 في تجارب قويه في انا في اسماء يعني انتظرها في المجموعه الاخيره يعني اتمنى انهم يعني يقدمون بمستوى اللي احنا نتمناه يعني. جميل. قبل ما نطلع فاصل بدي اسمع قصيده ابو طارق. يعني عندي قصائد ترى يعني قصيره ما هي طويله بس عشان لا كل ما يجيب وقت الـ تكسرت ما عاد في صدري غصون تكسرت ما عاد في صدري غصون طارت عصافير الخفوق بكآبه بعدك حزين ولا يجي شك وظنون تايه هنا بين الملل والرتابة وينك وينك تعب هذا السهر ماله جفون مجدب وشوف الكون ما به سحابة واقف وشوف الناس جنبي يمرون درب السؤال يهاب خطوة إجابة للحين ما خذني السهر قلب وعيون أكتب ويمحد دمع كل الكتابة بكرة تعرفين ايش كثر كنت مجنون فيت وعزفت الليل حزن ورباب. الله صح لسانك ابو طارق. صح لسانك واستاذنك ابو طارق بهذا النص الجميل واستاذن الساده المشاهدين بهذا التقرير وسنعود. كنت المبطل وانت الرقيب يا عالم باللي تكن صدورنا. ايها الشعب الكريم يعلم الله إنكم في قلبي أحملكم دائما واستمد العزم والعون والقوة من الله ثم منكم ولا تنسوني من دعاكم. يا
ملكنا يا ملكنا فدالك كلنا يا سيدي كلنا لك يا ملكنا يا ملكنا فدالك كلنا يا سيدي كلنا لك انت تامرنا وحنا عيالك عند ظنك حرب ولا سلام يا ملكنا يا ملكنا فدالك كلنا يا سيدي كلنا لك حرب ولا سلام يحفظك ربي جزيل العطايا من عطاها أعطيتك إلا المزايا يحفظك ربي جزيل العطايا من عطاها أعطيتك إلا المزايا كل ما تملك لشعبك هدايا وانت جودك مثل وبلا الغمام تامرنا وحنا عيالك عند ظنك حرب ولا سلام. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من شاعر الملك. اسمحوا في البداية أن أرحب بالأمير الشاعر خالد بن سلمان آل سعود والأستاذ الفنان عباس إبراهيم، واسمحوا لي أن أرحب أيضا بكاتب كلمات الأوبريت الشاعر والمشرف على قناة المرقابة الأستاذ حبي بن عازمي. أستاذ حبي هلا وسهلا فيك، تفضل كده عشان أصير أنا في النص بس إذا تسمحوا لي. أستاذ حبي، في مثل هالأوبريتات يعني تحدثنا بس عن الصعوبة في التنقل من لوحة ولوحة، لأنه اليوم شفنا أكثر من لوحة في الأوبريت. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا ومساء المشاهدين. بالنسبة للأوبريت والعمل الوطني، دائما الشعر هو البناء والوطن الأرضية، فالأرضية واسعة والبناء مهما كان ما يطلع الحجم اللي يعني تطمح إليه. فالتنقل مربوط بأشياء، مربوط بالصورة الشعرية أساسا أو الفكرة الموجودة، يعني هي اللي تنقلك بالتسلسل. رغم أن في هذا العمل نتنقل مع كلمات الملك عبد الله طول الله عمره حفظه الله، نتنقل مع كل كلمة قال لنا، كل كلمة ذهبية أبوية مليئة بالحب والوفاء والعطاء، نتنقل معها وننقل بعض من مشاعرنا على رد على اللي ما نسمع له لقائدنا. كل المشاهدين والحضور يعتقدون أن شاعر الملك هو ما يشاهد هنا فقط، وبعض الناس ما عندهم تفاصيل عن بدايات شاعر الملك، كيف بدأ وشلون وصل لهذا المكان؟ والله التفاصيل لو أردنا شرحها تحتاج إلى وقت طويل. صحيح. لكن أنا بقول باختصار، منذ أن تمخضت فكرة شاعر الملك عند سعادة رئيس مجلس الإدارة أخي الشيخ مسعود بن سمار، والعمل قائم على قدم وساق، فكانت هناك ثلاث خطوط عريضة كلها أمامنا، هو الخط الأول هو الخط الفكري. طبعا الهدف لا مساومة عليه معروف، هو الأول، لكن الخط اللي هو الخط الفكري والخط الإنتاج والتصميم، وتعلمون أن المسابقة بدأت من خمس مناطق رئيسية في المملكة، فهذه المراحل كانت فيها صعوبة يعني. صحيح. خصوصا أن المملكة مترامية الأطراف لكن الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى أن المسابقة وصلت إلى هذه المراحل، وكل هذا بدعم وتوجيه الشيخ أبو مشاري أخونا الكبير ورئيس مجلس الإدارة وصاحب الفضل على الله، ثم على بعد الله سبحانه وتعالى على الشعراء وعلى هذه المسابقة، وهو قال بكلمة واحدة إني أنا لا أريد أن أكسب في جيبي، بل أريد أن أرد مما اكتسب جيبي من الوطن وقائد الوطن. صح صح. اسأل وانت المطلع وانت الرقيب يا عالم بليتك نصدورنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد في مساء جديد من مساءات الديوان، ورحب بضيفي بضيفكم فيها الشاعر والإعلامي عارف سرور، مساك الله خير. مساك الله بالنور يا رب.
طبعا كانت الحلقة الرابعة، كان فيها ترتيب الشعراء المشاركين فيها بناء على تقييم لجنة التحكيم. طبعا كانت كلاتي: فيصل حامد الصوات بنسبة 90.66%، لافي ضيف الله الصيد المطيري 88.33%، متعب بن فارس بن طوالة 85.66%، متعب بن مبارك القليه العزي ب 86.33%، متعب نصار الشراري 87.66%، ومحمد حسين مفجيح اليامي 85.33%، ومحمد رافع عبد الله الدحيمي 87.33%، ومحمد سعد الهجلة 89.33%، ومحمد ضيف الله زايد الحارثي 85%، ومبروك المنصوري 84.33%. طبعا ليكون من الحلقة الرابعة تأهل شاعرين لل16 بانتظار الحلقة الخامسة. طبعا أبو طارق، كانت هذه اللجنة ولجنة التحكيم طبعا كانت قامت بقراءات فاحصة ودقيقة لهؤلاء الشعراء. أنا ودي أسألك عن المشاركة النسائية، كيف شفت في المسابقة؟ والله المشاركة النسائية أنا يعني نوعا ما يعني يكفي. أنا قلت لك يمكن من البداية أنه يعني مشاركة أي فرد في هذه المسابقة سواء العنصر النسائي أو الشعراء بشكل عام هي يعني أنا أعتقد أنها يعني تستحق التقدير، سواء هذه التجربة كانت يعني على مستوى الشعر هي أقل من 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 طموحنا، وليس يعني تقليل من 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 قيمة الشاعرات اللي شاركوا في المسابقة، لكن كنا نطمح إلى يعني أفضل من هذه المسابقات، أفضل من هذه المشاركات في وهذا المستوى بكثير، وكنا نتمنى مستوى أعلى كثير صراحة. بس بدي أسألك أبو طارق عن الشعر النسائي بشكل عام في الساحة الشعرية بغض النظر عن المسابقة، كيف تشوف يا أبو طارق بما أنك أحد العلماء الرواد في 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 والله أنا الشعر. أعتقد أنه يعني الشعر النسائي شعر حاضر بقوة في ساحة الإعلام، وفي أسماء كثيرة ويعني تقدم شعر يستحق التقدير، يعني إن لم يكن يوازي يعني تجربة الشعر العامي في منطقة الخليج، فبالتأكيد أن العنصر النسائي يعتبر من 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 الرواد في هذا المجال. طيب ليش ما في أسماء نسائية معروفة الآن؟ يعني عابرة سبيل آخر يعني هذه في أسماء، لكن 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 يعني أنا أقول لك إنه في إعلامنا يعني لا يحتفى بالشعر النسائي. ولكن الشعر أبو طارق أنت بخص يعني الأبيات القوية يعني تفرض نفسها على المتلقي المشاهد. والله في أسماء كثيرة موجودة، لكن زي ما قلت لك إنه الإعلام لا يحتفي بهذه الأسماء يعني بالشكل اللي ممكن يوصلها للكل يعني. لكنها تجارب يعني أنا أراها أنها يعني تجارب قوية يعني، ويكاد يكون في بعض الأسماء النسائية أفضل بكثير من الأسماء الرجالية. جميل جميل. ودي أسألك أبو طارق طبعا إذا شوي طلعنا من الموضوع عن المنتديات الشعرية وكثرة الغوغائية فيها، عجت بالشعر والشعر بشكل خاص. هذه تلقاها طلال في المنتديات الغير منضبطة. في منتديات يعني اللي تسجيل مفتوح ممكن أي أحد بأي اسم يعني علشان يشتم أي أحد يجي يسجل في هذه المنتديات. في منتديات يعني من 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 يعني لها ضوابط ويعني ولا تسجل الأسماء المعروفة، ولا في تواجد إعلامي كبير يعني في كثير منتديات يعني أنا ما بيسمي علشان ما يقولون إنه يعني أنا مسؤول عن منتدى يعني كبير اللي هو منتدى شظايا أدبية، لكن في المقابل في منتديات كثيرة، في منتدى سوالف ليل، في منتدى أبعاد أدبية، في كثير من المنتديات اللي يعني اللي أنا أحس إنه في ضوابط فيها يعني، ولما يكون في منتدى ويكون في ضوابط وفيه يعني فحص لكل الأسماء اللي تسجل، وما يعني أعتقد إنه مجال الغوغائية بيكون أقل. يعني هالمنتديات تجد رواد لها، تجد بكثير
كثير كثير. بس انا قلت لك يعني احنا تكلمنا وسؤالك هذا يعني سبق انك سالتني جزء منه. كنا نقول انه يعني حاليا مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي تويتر وفيسبوك سحبت يعني عدد كبير من 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 من, من رواد المنتديات. يعني جميل جميل بطارق. استاذن الساده المشاهدين باتصال من الشاعر حمد الضوي. مساك الله بالخير يا حمد. مساك الله بالخير يا هلا وغلا، كيف حالكم؟ يا مرحبا ومسهلا يا حمد. معنا ضيفنا الليله الشاعر والاعلامي عارف سرور. يا هلا والله وغلا ابو طارق. مساك الله بالخير ابو طارق. مساك الله بالنور. هلا ابو تركي، كيف حالك؟ هلا حبيبي، نور الشاشه الليله يا ابو طارق. وصوتك نورها. يحييك يا حمد. الله يطول عمرك. حمد، انا ودي اسالك عن مسابقه شاعر الملك، كيف تشوفها الى الحلقه الرابعه؟ كيف تشوف الاسماء الشعريه؟ والله الاسماء الشعريه في شعراء جميلين كثير. اذا انت بتتكلم عن الشعراء، بس الشعراء ما يحتاج، في منهم ناس عمالقه يعني مميزين، ما هم اكبر من شهادتي. وفيه على النقيض شعراء انا اشوف انهم عاديين، يعني مع احترامي للاشخاص هم يعني لتجاربهم اللي قدموها، يعني الطرح اللي يقدمونه. طبعا انا اتكلم يعني النص سم يعني النصوص يعني وشلون اقول لك، يعني انا اتوقع انهم استنزفوا كل افكارهم في البدايه. جميل. يعني بما انهم يكتبون عن 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 شخص خادم الحرمين الملك عبد الله الله يطول بعمره، يعني تستغرب انه شخصية عظيمة مثل الملك عبد الله، يعني الزوايا على قولتهم ملء الأفق. جميل. في ناس للأسف أنه مرات تلقى ثلاث أو أربع شعراء مستنسخين نفس الأفكار، يعني أنت الكريم وأنت الشجاع وأنت يعني ما في شيء جديد. هذه اللي حضرها في درجات يا محمد، في من أخذ درجات مرتفعة ودرجات منخفضة. صحيح، ما في شك. طيب ودي أسألك يا حمد عن أنت كشاعر وكمشاهد لهذه المسابقة في الشارع العام وأيضا في من خلال الصحف، كيف تشوف مشاركة الشعراء فيها وكيف تشوف الدعم المعنوي لهؤلاء الشعراء؟ والله الاسم بحد ذاته اسم، يعني كأن الإعلان عن الاسم يقول اللي قد المنافسة يجي، اللي مو قد المنافسة خلوا يجلس. جميل جميل. عرفت؟ جميل يا حمد. حمد ودي بنص قبل ما اختم معك. والله ما عندي ولا اي شيء جاهز ابدا. انا استنى. لكن على اهل الفقه يقولون لا يفتى مالك في المدينه، وحنا نقول ما نقول قصايد وكبيرنا موجود، يعني ما قصرت حفل وتحفل المشاهدين هذه الليله. لا، ابو طارق كبيرنا بجد، يعني ابو طارق من الاسماء اللي التاريخ ما كان منصف معها. يعني انا ما بيكبر ابو طارق، هو كبير قدر لكن ما بيكبر عمره. لا انت ابو طارق تجربته، يعني طبعا انا اقل من اتحدث عن تجربته، ولكن اتحدث كمتذوق. الرجل يعني قاعد يطرح شعر عظيم خلال 25 سنة، وين المنصفين؟ يعني وين اللي يقولون حنا منصفين وحنا الانصاف وحنا قليل المنصفين. انا اقول يا حمد، فين انت يا ابو تركي؟ الله يطول عمرك، هذه كلمه حق والله يا ابو طارق. انا اقول يا حمد ان شاء الله ابو طارق منصف شعر ومنصف قصيده، ما في شيء. ولا انت يا حمد معكم الليله انصاف. انا كمعجب بشعر عارف سرور اشكركم جدا، يعني على الالتفاته الجميله والكريمه منكم. شاكر لك يا حمد على اتصال على المداخل. وانا شاكر لكم جدا، الموفقين ان شاء الله. ابو طارق المخرج يقول لي ختم في نهايه هذا اللقاء. طبعا لا يسعني الا ان اشكرك ابو طارق على حضورك ومشاركتك معنا لهذا المساء في مساء الديوان. طبعا والدعوه ان شاء الله راح تتكرر بيننا يا ابو طارق. شرف يا حبيبي. كلمه خير يا ابو طارق. يعني بقول انه هذه المسابقه تعنينا كلنا كسعوديين، وسواء في الصحافة في الإعلام. اللي بقول إنه يعني هذا الرجل اللي وقف وراء هذا العمل الشيخ مسعد بن سمار شخص يستحق التقدير
منكم أنتم كإعلاميين كصحفيين أنصفوه لأنه قاعد قدم لنا باقة وطنية قوامها 48 شاعر هم عددهم ولا 50 يا طلاب؟ جميل. عدد الشعراء كم اللي في المسابقة؟ عدد الشعراء اللي في المسابقة 50. يعني قدم لنا 50 باقة حب للوطن ويستحق أن نشكره. يعني أنا بختم في شكري للشيخ. شكر لك أبو طارق على هالدقائق. طبعاً ونشكركم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة. طبعاً نتواصل أكثر وأكثر مع هذا البرنامج. يمكنكم متابعة المرقاب على موقع www.murqab.tv وأيضاً على برنامج الديوان في الفيسبوك. طبعاً رأيكم يهمنا وانتظر كل ما هو جديد في برنامجكم من خلال هذه المواقع. تقبلوا تحياتي، أنا طلال مرشدي، وإلى اللقاء. يا عالم دليتك النصدورنا، احفظ لنا اللي جل شمس ما تغيب، احفظ لنا اللي جل شمس ما تغيب، زيننا اللي كل هم همنا، زيننا اللي كل هم همنا. يا ربنا من الدعاء وانت المجيب، اسمع دعانا واستجب يا ربنا.